بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب، إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نتناول موضوع من مواضيع مادة التحليل المالي، وهو موضوع تحليل النسب. سنتناول أعزائي الطلاب في موضوع تحليل النسب، أول موضوع هو نسب المديونية، وتسمى نسب الهيكل المالي. تسمى أيضا نسب تحليل المديونية أو الاقتراض. تتولى إلقاء الضوء على قدرة المنشأة على سداد كافة ديونها، سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، من خلال الأصول التي بحوزتها، والذي تظهر أيضا في قائمة المركز المالي، وسواء كانت أصول متداولة أو أصول ثابتة. كذلك هذه النسبة تقيس مدى نجاح سياسة التمويل المتبعة في المنشأة، وذلك في الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي. طبعا مصادر التمويل الداخلي يكون من خلال رأس المال والأرباح المحتجزة، أما التمويل الخارجي فهو عن طريق الاقتراض. طبعا كلما زادت هذه النسبة، كلما دل على أن المنشأة تعتمد في تمويل أصولها على الآخرين أو على القروض، وكلما قلت هذه النسبة كلما دل على اعتماد الشركة على المصادر الذاتية أو الداخلية. فمثلا لو عندنا شركة أصولها مليون وعليها قروض للبنوك 100,000 ريال، فمعنى ذلك أن الشركة هذه مولت هذه الأصول 800,000 من رأس المال، و100,000 مونتها عن طريق القروض، أي أن نسبة الاقتراض 20% من إجمالي الأصول. واحد، نسبة الديون إلى إجمالي الأصول. نسبة التمويل الخارجي، تقيس هذه النسبة مساهمة الديون في تمويل أصول المنشأة. كلما زادت هذه النسبة، كلما دل ذلك على اعتماد الشركة أكثر على الديون والاقتراض في تمويل أصولها، وبالتالي ازدياد عبء الفوائد التي تتحملها للبنوك. وفي هذه الحالة يجب أن تكون المنافع والأرباح التي تحققها أكثر من الفوائد التي سوف تدفعها للبنوك، وتحدد هذه النسبة من خلال المعادلة الآتية. أعزائي الطلاب، لحساب هذه النسبة، نسبة الديون إلى إجمالي الأصول، طريقة سهلة جدا، وهي بقسمة إجمالي الديون على إجمالي الأصول وضربها في 100. فمثلا لو افترضنا أن إجمالي الديون 100,000 ريال على إجمالي الأصول مليون، ضربها في 100 سوف نحصل على 20%. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن 20% من أصول الشركة هي تعتبر التزامات للغير أو قروض للغير، أي أن نسبة 20% من الأصول تم تمويلها عن طريق الاقتراض الخارجي. لذلك عزيزي الطالب، عندما يطلب منك حساب نسبة الديون إلى إجمالي الأصول، ما عليك إلا بطريقة بسيطة جدا أن تضع إجمالي الديون في البسط وإجمالي الأصول في المقام، وتضربها في 100 وتحصل على هذه النسبة. وإذا ما طلب منك تفسير هذه النسبة، فما عليك إلا أن تقول أن مثلا إذا نفترض أن النسبة التي وصلت إليها 20%، فما عليك إلا أن تقول أن نسبة 20% من أصول هذه الشركة هي عبارة عن تمويل خارجي من الغير. أعزائي الطلاب، نسبة الديون إلى حقوق الملكية، وهي تعرف بنسبة الملكية، وتقيس نسبة التمويل الخارجي من خلال الاستدانة من الغير إلى التمويل الداخلي من خلال المساهمين أو أصحاب المشروع. كلما زادت هذه النسبة،
كلما دل ذلك على أن الشركة تعتمد على الديون والاقتراض أكثر في تمويل أصولها. الأمر الذي يحد من قدرتها على الحصول مستقبلاً على الائتمان في المستقبل، كما يفرض عليها شروط إضافية أكثر تشدداً للحصول على القروض. وتحدد هذه النسبة أو نحدد هذه النسبة من خلال المعادلة التالية: نسبة الديون إلى حقوق الملكية، نضع الديون في البسط وحقوق الملكية في المقام ونضربها في 100. فمثلا لو كان عندي إجمالية ديون نقول 100,000 مثلا، وكان حقوق الملكية 1,000,000، في 100 سوف نحصل على نسبة 20%. معناته أن نسبة 20% من حقوق الملكية هي عبارة عن ديون خارجية للغير. كما شرحنا سابقا أنه كلما زادت هذه النسبة دل على اعتماد المنشأ أكثر على الديون والاقتراض في تمويل أصولها، وذلك إذا كانت الفوائد كثيرة فقد يعرضها للإعسار المالي أو عدم قدرتها على تسديد الديون. لذلك أنت كمدير مصرف هذه النسبة مهمة جدا لك. عندما يأتي أحد المستثمرين وريد أن يحصل على قروض فإنك ستستخدم هذه النسبة لمعرفة نسبة الديون في هذه الشركة إلى حقوق الملكية. فإذا كانت النسبة قليلة أكيد أن المصرف سوف يقوم بإعطاء قرض للمستثمر، لكن إذا كانت النسبة هذه كبيرة فأكيد أن المصرف سوف يشدد من شروط إعطاء هذا القرض أو الائتمان وسيطلب ضمانات أكثر. النسبة الثالثة التي سوف ندرسها هي نسبة الديون طويلة الأجل إلى الأصول الثابتة. لماذا قلنا نسبة الديون طويلة الأجل إلى الأصول الثابتة؟ لأن طبعا الاقتراض طويل الأجل يتم للاستثمار في أصول طويلة الأجل، أي أن عندما نقترض قروض طويلة الأجل ف هي للاستثمار في أصول ثابتة. ولذلك دائما نسبة الديون طويلة الأجل تنسب إلى الأصول الثابتة. قال تتولى تحديد نسبة التمويل الخارجي طويل الأجل إلى الأصول الثابتة. كلما زادت هذه النسبة كلما دل ذلك على انخفاض قدرة المنشأة على الوفاء بالديون طويلة الأجل عند حلول موعدها أو موعد استحقاقها، وقد تضطر الشركة إلى تسهيل بعض أصولها الثابتة إذا لزم الأمر، وهذا قد يفرض على المنشأة شروطا إضافية للحصول على القروض. وتحدد هذه النسبة بشكل بسيط من خلال نسبة الديون الطويلة الأجل إلى الأصول الثابتة. الديون طويلة الأجل تكون في البسط، أما الإجمالي الأصول الثابتة تكون في المقام ونضربها في 100. فمثلا لو قلنا أن نسبة الديون 80%، معنى ذلك أن 80% من الأصول الثابتة في الشركة هي عبارة عن قروض للغير. فلو ذهب صاحب هذا المصنع أو صاحب هذا المشروع إلى البنك والبنك رأى أن نسبة 80% من الآلات والمعدات التي في المصنع أو التجهيزات الثابتة في المصنع هي عبارة عن ديون للغير، فإن مدير المصرف سوف يكون حويط في إعطاء هذا المستثمر قروض، وإذا أعطى قروض سوف يطلب منه شروط وضمانات إضافية. لذلك كلما قلت هذه النسبة كلما دل على أن الشركة لديها مركز مالي جيد وأنها تعتمد في تمويل أصولها
الثابتة على المصادر الداخلية وعلى رأس المال، وتقيس هذه النسبة التمويل الداخلي عن طريق أصحاب المشروع أو المساهمين إلى الأصول الثابتة المشاة. كل ما زادت هذه النسبة، كل ما دل ذلك على اعتماد المشاة أكثر على حقوق الملاك في تمويل أصولها الثابتة وليس على الاقتراض الخارجي، وهو الأمر الذي يزيد من قدرة الشركة على الحصول على الائتمان في المستقبل لوجود ضمانات كافية التي هي الأصول وعلى رأسها الأصول الثابتة الممولة داخليا. ومن المعروف أن الاعتماد على المصادر الخارجية في التمويل يزيد من المخاطر التي تتعرض لها المنشأة من ناحية استحقاق هذا الديون أو مطالبة الدائنين المنشأة، وخاصة في ظل اضطراب الظروف الاقتصادية. ولذلك كلما كانت نسبة التمويل الداخلي المصادر الداخلية التمويل من رأس المال ومن حقوق المساهمين أكثر، كلما كان وضع الشركة أفضل. نقوم بحساب هذه النسبة عن طريق نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي الأصول، أي وضع حقوق الملكية في البسط وإجمالي الأصول الثابتة في المقام. وكلما كبرت هذه النسبة كلما دل على أن الشركة تعتمد على حقوق الملكية في تمويل الأصول. فمثلا نفترض أن إجمالي الأصول 100,000 وحقوق الملكية 80، معناته أنه النسبة ستكون 80%، معناته أن الشركة 80% من أصولها هي عبارة عن حقوق ملكية عن رأس مال وعن تمويل داخلي. ومثلا لو كانت حقوق الملكية 10,000 والأصول 100,000، معناته ذلك أن النسبة 10%، أي أن فقط 10% من أصول الشركة تمويل داخلي، فيدل ذلك على أن هنالك ضعف في تمويل أصول الشركة من المصادر الداخلية. أعزائي الطلاب، الآن سوف نتكلم على معدل تغطية الفوائد. ما هو معدل تغطية الفوائد؟ هي نسبة تدل على قدرة الشركة على تسديد الفوائد المترتبة على ديونها. في حالة عدم قدرة الشركة على تحقيق قدر كافي من الأرباح يكفي لسداد الفوائد المستحقة، هذا قد يدفع الشركة إلى الإفلاس. ولذلك لابد أن تكون الأرباح التي تحصل عليها الشركة أكثر من الفوائد التي تدفعها للبنوك. طبعا تقيس هذا الشركة قدرة على سداد الفائدة من خلال الأرباح السنوية، وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما دل ذلك على ارتفاع هامش الأمان لدى الشركة، والذي يستخدم في تغطية فوائد ديونها. ويمكن تحديد هذه النسبة من خلال معدل تغطية الفوائد يساوي صافي الربح قبل الفوائد والضرائب على الفوائد المدينة في 100. فمثلا لو نفترض أن شركة كان صافي أرباحها قبل الضرائب والفوائد 20,000، وكانت الفوائد المدينة 10,000، هذا شركة وضعها جيد. لماذا؟ لأنه الفوائد والأرباح التي حققتها أكثر من الفوائد التي للبنوك، فحققت ربح 20,000 وعليها فوائد للبنوك 10,000، هذا وضع جيد. ثانيا سوف نتكلم عن نسب الربحية. هي تعكس نسب الربحية النسب السابقة، حيث أنها تعبر عن محصلة نتائج السياسات والقرارات التي اتخذتها إدارة المؤسسة فيما يتعلق بالسيولة والمديونية. هذه النسب تقيس مدى قدرة الشركة على تحقيق الأرباح، ومؤشرة الربحية وسيلة هامة لتقييم كفاءة إدارة المنشأة الاقتصادية.
لمواردها وتحقيق عوائد مجزية على تلك الموارد. كما يوجد العديد من مقاييس الربحية، كل منها ترتبط بعلاقة العائد الذي تحققه المنشأة ومبيعاتها وعلى أصولها وحقوق الملكية بها. والتعامل مع هذا النسب، نستطيع المحلل المالي أن يحدد موقف ربحية الشركة من خلال تقييم عائداتها في ضوء مستوى معين من المبيعات أو مستوى معين من الأصول أو الاستثمارات الملاك. طبعا أول نسبة من نسب الربحية وهي نسبة صافي الدخل إلى المبيعات، هذه النسبة تقيس مدى مساهمة كل وحدة من المبيعات في صافي ربح المنشأة. طبعا تحدد هذه النسبة من خلال المعادلة الآتية: نسبة صافي الدخل إلى المبيعات، صافي الدخل إلى المبيعات. فمثلا لو كان عندنا شركة، مثلا نفترض أنه صافي المبيعات مليون وصافي الدخل 500,000، فمعنى ذلك أن النسبة صافي الدخل ستكون 50%، معناته أن هذه الشركة تحقق 50% ربح من صافي المبيعات، وهذه نسبة كبيرة جدا، ويدل على أن الشركة عندها قدرة كبيرة في تحقيق الأرباح. النسبة الثانية هي نسبة مجمل الدخل، تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة من المبيعات في مجمل ربح المنشأة، وتحدد هذه النسبة من خلال المعادلة التالية: نسبة مجمل الدخل يساوي مجمل الدخل على صافي المبيعات في 100. طبعا أول شيء، ما هو مجمل الدخل؟ مجمل الدخل هو الدخل قبل خصم المصاريف التشغيلية وقبل خصم الفوائد والضرائب، ولذلك سموه مجمل الدخل. لو نفترض أن في شركة حققت مجمل دخل 600,000 ومبيعاتها صافي مبيعاتها مليون، فمعنى ذلك أن نقسم 600,000 على مليون في 100 تكون النسبة 60%، معنى أن الشركة استطاعت أن تحقق 60% أرباح من صافي المبيعات. نسبة هامش النشاط، هذه النسبة تقيس هذه النسبة مساهمة كل وحدة في المبيعات في ربح نشاط المنشأة قبل خصم الفوائد والضرائب، وهذه النسبة تقيس مدى قدرة الشركة على مواجهة الظروف الصعبة التي قد تظهر للمنشأة، وخاصة فيما يتعلق بتغيير أسعار السلع والخدمات أو تغيير تكاليف الإنتاج أو تغيير حجم المبيعات. كيف نقيس هذه النسبة؟ نسبة هامش النشاط، ربح النشاط قبل الفوائد والضرائب على صافي المبيعات في 100. تفيد هذه النسبة أو تحليل هذه النسبة في معرفة كيف تساهم عملية البيع في تغطية التكاليف المتغيرة للشركة وجزء من التكاليف الثابتة. معدل العائد على الأصول أو ما يسمى بمعدل العائد على الاستثمار، يقيس هذا المعدل ربحية الريال الواحد من الأموال المستثمرة داخل المؤسسة. فالعبرة ليست في ضخامة الأموال المستثمرة بقدر مدى مساهمتها في تحقيق الأرباح. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن هذا هو مؤشر، معدل عائد الأصول هو مؤشر يقيس مدى ربحية الشركة نسبة إلى إجمالي أصولها، ويعطي العائد على الأصول فكرة عن مدى كفاءة الإدارة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح. لو نفترض أن شركة حققت ربح 100,000 وشركة ثانية حققت ربح 200,000، أكيد أنت سوف تقول أن الشركة التي حققت ربح 200,000 هي الأفضل. لكن لو علمت
كم أصول الشركتين سيتغير رأيك في ربح الشركتين؟ فلو نفترض أن الشركة أبو الذي حقق 200,000 أصولها مليون، والشركة الذي حققت ربح 100,000 أصولها 300,000. أكيد أن الشركة الذي كانت أصولها 300,000 حققت ربح 100,000 أفضل من الشركة الذي حققت ربح 200,000 ولكن أصولها مليون. معناته أن الأصول المليون لم تعمل بشكل جيد، بينما الأصول الذي 300,000 استطاعت أن تحقق ربح 100,000. كيف نقيس معدل العائد على الأصول؟ وذلك بقسمة صافي الربح على إجمالي الأصول في 100. هذه النسبة تفيد في معرفة مدى قدرة الشركة في تشغيل أصولها ومقدرة الأصول هذه في توليد الأرباح. معدل العائد على حقوق الملكية، وتظهر هذه النسبة ربحية الأموال الخاصة، وهي تمثل النتيجة المتحصل عليها من استخدام أموال المساهمين. فنتيجة هذه النسبة تمثل ما تقدمه الوحدة المستثمرة من أموال المساهمين من ربح صافي، أي ما تحققه الشركة من ربح للمساهمين. والطبيعي أن يكون معدل العائد على الأموال الخاصة أكبر معدل العائد على الأموال المستثمرة، وإذا كانت متساوية فهذا يعني أن عائد الأموال الخاصة يساوي معدل الفائدة المدفوع للديون، وإذا كان معدل عائد على الأموال الخاصة أقل فهذا يعني أن معدل الفائدة أعلى من معدل العائد على الأموال الخاصة. ما معنى هذا الكلام؟ يقيس معدل العائد على حقوق المساهمين نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها، حيث يتم حساب هذا المعدل بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين وما قدمه المساهمين من أموال. ويوضح هذا المقياس عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين، وأيضا يوضح مدى كفاءة الشركة في توليد الأرباح، هذه الأرباح التي تستطيع أن تغطي الفوائد المدينة التي إن وجدت على الشركة. كيف نحسب معدل العائد على حقوق الملكية؟ هنالك قانون يقول أن معدل العائد على حقوق الملكية يساوي صافي الربح على حقوق الملكية في 100. طيب صافي الربح مثلا لو نقول أن شركة حققت ربح 40,000 وحقوق الملكية 100,000، فمعناته ذلك أن النسبة 40%، معناته أن الشركة استطاعت أن تحقق 40% من نسبة حقوق الملكية كأرباح. الآن هنالك ميزانية وقائمة دخل، وأيضا أعطيتكم نسب الصناعة، نسبة الديون إلى إجمالي الأصول 45%، نسبة الديون لحقوق الملكية 85%، وعدد تقضية الفوائد مرتين، صافي الدخل 6%. هذه النسب من أجل عندما توجد أنت النسب المطلوبة تقارنها بمعيار الصناعة، تمام، وتقوم بالتحليل المالي لهذه الشركة. المطلوب منك إيجاد نسبة الديون إلى إجمالي الأصول، نسبة الديون لحقوق الملكية، نسبة الديون طويلة الأجل إلى الأصول الثابتة كما شرحنا سابقا، نسبة حقوق الملكية إلى الأصول الثابتة، معدل تغطية الفوائد، صافي الدخل إلى المبيعات، نسبة مجمل الربح، نسبة هامش النشاط، معدل العائد على الأصول، معدل العائد على حقوق الملكية. وباعتبارك محلل مالي لإحدى الشركات التي تقوم ببيع الإلكترون، فقد أعطينا لك معلومات من واقع سجل هذه الشركات، تمام. وفي المثال الثاني في التمرين الثاني المطلوب منك احتساب النسب المالية المختلفة، المطلوب منك حساب نسب السيولة، نسبة النشاط، نسبة الربحية، نسبة المديونية، وأيضا تضع دراسة تحليلية
لهذه الشركة. طبعا هنا تمرينين، التمرين الأول التمرين التمرينين التمرين الأول نسبة المديونية، التمرين الثاني الذي هي نسبة السيولة ونسبة النشاط ونسبة الربحية. تمام، وإن شاء الله بعد ما تحلوا هذا التمرين سوف نتناقش فيه بشكل مستفيض، لأن هذا النسبة المالية سوف نأخذ فيها عدة مواضيع لأنها من أهم أدوات التحليل المالي، ولا بد أن نكثف الجهود فيها. ووفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.